إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة أعاذنا الله منها. أيها المسلمون ويا عباد الله، اعلموا أن تقواه جل وعلا أفضل ذخر للعبد يوم لقائه، يوم لقائه. أيها المؤمنون، موضوع خطبتنا اليوم ستر الله تعالى للعبد المؤمن. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن أسباب الحفظ، أسباب التي يحفظ الله جل وعلا لعبده المؤمن. واليوم نتكلم ستر الله للعبد المؤمن. الستر نعمة ومنة، الستر نعمة ومنة من الله. إذا أسبغه على العبد بلغ به غاية السكينة والإطمئنان. والستر هو إخفاء ما يظهر من العبد من زلات وعيوب وذنوب. وهذا الخلق العظيم صفة من صفات الرب الرحيم، ودليل على سعة فضله ورحمته على عبده مهما بلغ به الحال من الذنوب والعيوب والتقصير. والله تعالى ستير يحب الستر، ومن أسمائه الحسنى ستير الستير. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي، واستحاول الألباني في صحيح سنن النسائي: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم الحياء، عفيف اللسان، حريصا على كتم المعايب والزلات، وكان يقول للناس كما أخرج الترمذي في سننه وصححه الألباني في سنن أبي داود، كما أخرج أبو داود في سننه:
وسعه الألباني في صحيح سنن أبي داود كان يقول عليه الصلاة والسلام للناس: ما بال أقوام إذا سعد على منبره، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وروى البخاري أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه، يعني يوم القيامة في عرصات القيامة، يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، أي عبدي عبدي عملت كذا وكذا في الدنيا، فيقول: نعم نعم يا رب. ويقول الله جل وعلا: عملت كذا وكذا في الدنيا، فيقول الله، فيقول العبد: نعم. فيقرر، ثم يقول الله جل وعلا: إني سترتك عليك في الدنيا، إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولما أشار هزال ابن يزيد الأسلمي على ماعز ابن مالك الأسلمي أول من رجم في الإسلام من الرجال أن يعترف بخطيئته عندما وقع الفاحشة وقد كان محسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه أن يعترف بخطيئته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هزال، يعني بعدما رجم ماعز ومات وكفن وصلي عليه ودفن، يقول عليه الصلاة والسلام: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به. رواه داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. أقول ما تسمعون، فاستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه غفور.